مروى أحمد موهبة غنائية مصرية برزت عبر برامج المواهب الغنائية وتمكنت من الوصول إلى المراحل الأخيرة. عرفت بصوتها ولونها الطربي الذي وجد تفاعلا كبيرا بين المتابعين. تمارس بجانب الغناء التمثيل. للمزيد انضم الينا من اسكندريه الموهبه الغنائيه مروى احمد وراها شط اسكندريه. صباح الفل عليكي وعلى البحر اللي وراكي. صباح الورد والفل والياسمين. يسعد صباح قناه في الدنيا. مروى، يعني انا عايزه ابدا معاكي من البدايه وبدايه الموهبه واكس فاكتور. ماذا اضاف لمروى خلال هذه المسيره؟ اكس فاكتور كان من اهم الخطوات اللي انا عملتها في حياتي الفنيه. عرفني على الجمهور، عرفني على الناس، عرفني على جادجز حلوين جدا زي استاذ حسين الجسمي، فنانه اليسا، كارول سماحه، وائل كفوري. كونت منه علاقات فنيه مهمه جدا جدا، والحمد لله طلع معاكم شاشه العربيه من خلال اكس فاكتور. طب هنسمع منك حاجه قبل ما اسالك سؤال يا مروه، ايه رايك؟ على الصبح كده. يلا بما ان في بحر وهوى. أحب كل الناس وأقدم الإحساس، أحب كل الناس أقدم الإحساس، وأحس جوايا بميت نغم، ميت نغم يملو السكات. ساعات ساعات. شكرا. مروى، اليوم سؤال دائما ما يتردد من أنه بعد برامج المواهب قد ينطفئ هذا الشخص اللي حصد هذه النجومية في برامج المواهب وما يكمل طريقة، أو يكون طريقة أصعب مما كان عليه لو ما كان مشهور. مروى أحمد فين من كل ده؟ أنا اختفيت بعد إكس فاكتور فترة بسبب ظروف عائلية، بس من خلال أن أنا قدرت أطلع. دلوقتي حضرتك شايف أن السوشيال ميديا تقريبا هي لغة العصر، يعني اللي عايز يغني، اللي عايز يشتغل، اللي عايز يشهر موهبته من خلال السوشيال ميديا، من خلال اليوتيوب، انستجرام، تيك توك. فأنا من خلال تيك توك قدرت أن أنا أعمل حساب، وأن أنا يبقى لي جمهور عليه، وأن أنا يبقى لي أصدقاء، ناس كتير، كوفية، مناء، ناس كتير جدا جدا وقفوا جنبي وقدروا وصلوا صوتي لحضراتكم من تاني. طيب مروة، يعني هل ستقفي عند نقطة السوشيال ميديا أم سيكون هناك تحرك، يعني أغاني خاصة فيك، ألبومز؟ ما هو القادم وماذا عن التمثيل أيضا؟ إن شاء الله بإذن الله هكمل التمثيل. أنا اشتغلت فيه فترة من الفترات، بس كنت شايفة أن الأفضل أن أنا أركز في مجال الفن، وخصوصاً أن أنا ربنا وهبني الحمد لله موهبة كويسة في الغناء،
فإن شاء الله بإذن الله أقدر أنفذ سنجل، وبدعم أهلي وكل المحبين، بدعم جوزي إن شاء الله أوصل للي أنا بحلم بيه. طب يا مروة، قبل السنجل اللي إن شاء الله حتنزليه عاوزين نسمع حاجة برضه، احنا طماعين شوية. أنا ممكن أقول حاجة للفنانة شيرين من غير مزيكا كده على الرايق. يلا كده كده يا قلبي، حتى مني كل حاجة حلوة فيا، كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش ألمسك، مش أحكي لك عن حاجة تاني، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش ألمسك، مش أحكي لك عن حاجة تاني وكده. شكرا جزيلا لك يا مروة أحمد، كنت معنا من الإسكندرية، أطربتي صباحنا.